السلام عليكم، معكم سفيان من قناة يونس. في كما قرأت في الفيديو طريقة عمل فورمات لهاتف زيتك. مهم نبدأ في الشرح. كنضغطو على كنطفيو الهاتف هو طافي، كنوركو بدل نوركو الطريقة العادية زر زيادة الصوت، هذا غنوركو على زر نقصان الصوت، زر نقصان الصوت وزر الشغال. الطريقة كتخدم مع جميع الهواتف زيتك. هيا المدخلة كنهبطو، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، هي هاديك كندخلو اوكي يس. تفورماطا معنا الهاتف، صافي كندير اعادة تشغيل. غيشتغل معنا الهاتف عادي. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم سفيان من قناة أنا وهاتفي.